كما كتشوفوا معنا خوتي مباشره من واد تلمعدرت كما كتشوفوا هذا المكان فيه الواد هذا الواد سبب المشاكل 2014 هنا فاش غرقوا الطوموبيلات وغرق ذاك الكاميو حدا ديك اركانه ها هي عندي يعني تما فاش غرق جينا اليوم باش نصور لكم واد تلمعدرت اه تماما وما تنسوا اخوتي تشتركوا في القناه اذا كان اول مره كتشاهد كتشاهدني وكتفرج في هذا الفيديو اشترك في القناه نحاول ديما نبارطاج معكم اي حاجه جديده في هذا المكان خصوصا اي مكان الفيضان وزيد وزيد تماما وحتى المعذرت جينا اليوم باش نكتشفوا لكم ونصوروا فيه السلام عليكم الحراره مرتفعه شويه والحمد لله ما ما تلقاش مع ما, ما احسن كلمي راه زوين مدينة تقول مين فيها الويدان زوينين وكتجي عندنا الشتاء الحمد لله هاد العام راه الخير موجود كما كتشوفوا واد يا سلام والجو باقي ديال وعندي احساس بان الشتاء جايه في الطريق كما كتشوفوا في السماء الشتاء جات في الطريق اه ضربنا بزاف ديال التمارا باش نصوروا لكم هاد هو هذا المعدرت الطريقة اللي بغيتو نتوما كما كتشوفوا يا سلام يا سلام يا سلام وثاني حاجه انا كيعجبني نجول كيعجبني نكتشف ونشوف القضيه زوينه كان الفيضان وهذا الواد مع الاسف تعطلنا شويه ما جايناش بكري باش نكتشفوا لكم واد من اللي كان حامل بزاف وهذا الواد كيدي كي من العشير اه كيحط الماء هذا هو كيدعم كي من العشير تماما كما كتشوفوا وهذا اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو إذا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك والجرس فعلوا ديك الجرس باش يوصلكم اي واحد جديد يلا بسلامه